بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالباتي وطلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في محاضرتنا الأسبوعية في مادة العلاج الطبيعي لإصابات الحروق. المحاضرة اليوم من المحاضرات الجميلة، لكن المحاضرة تحتاج إلى تركيز وطويلة شوية. إن شاء الله هنقسمها على جزئين للتسهيل عليكم. الموضوع المحاضرة بيتحدث عن السكار مانجمنت. إذا أنتم متذكرين من بداية المادة قلنا إنه العلاج الطبيعي بيتعامل مع الحروق عشان هدفين رئيسيين. الأول الفانكشن، وقلنا من بداية الفصل وإحنا بنتحدث عن هذا الجانب، ثم تحدثنا عن مسألة الكوزماتيك أوتكم بمعنى الشكل. الصورة اللي قدامنا بتوضح لنا إيش يعني سكار. زي ما هو واضح، لما أنا أتحدث عن سكار فأنا أتحدث عن النسيج الذي يأتي بعد شفاء الحرق. وزي ما احنا شايفين التعريف بيقول لي انه السكار بنعرفه بانه هو الفايبرس تيشو اللي ريبليسينج النورمال تيشو النسيج الطبيعي ديسترويد باي انجري اور ديزيز. وفي الحاله تبعتنا هان بقدر استبدل هذول الكلمتين واقول ديسترويد باي بيرن. في حالات البيرن انجري السكار اللي هو النسيج اللي بيجي بعد شفاء الحرق، إذا لم يتم معالجته بشكل جيد بيصير في مجال إنه هذا السكار يصير زي ما احنا شايفين، يصير ثيك، التكستشر تبعه بيكون ثيك. لو أنا حاولت أعمل له مانيبيوليشن بلاقيه هارد. اثنين، بلاقيه ريزد أعلى من مستوى نورمال سكين، وهذا الكلام بصيرش بمجرد الشفاء وإنما بصير يعني خلال مدة زمنية بعد عملية الشفاء. وبالتالي لما يكون السكار يتميز بهذا اللون اللي هو لون أقرب إلى اللون الريد، ويكون لو أنا جيت عملت له مانيبيوليشن لقيته ثيك بمعنى إنه هاردر ذان ذا نورمال سكين، وألاقيه ريزد أعلى من مستوى السكين، النتيجة النهائية بسميه سكار هايبرتروفي. سكار هايبرتروفي. وبالتالي في عندي مصطلح اسمه سكار، وهو النسيج الفايبروس تيشو. ولو هذا السكار صار بعد الشفاء بدأ يصير ريزد ولونه كان ريد بنسميه سكار هايبرتروفي. الهايبرتروفيك سكارينج مشكلته انه شكله مش جميل زي ما شفنا في الصورة، وكمان لو كان كروسنج اني جوينتس ممكن يعمل لي ريستريكشن للموفمنت والفانكشن. وبالتالي كلينيكالي لما انا يجيني المريض اذا كان في اللي موجود هو عبارة عن بوست بيرن هايبرتروفيك سكارينج، أنا بلاقي كلينيكالي بنلاقي سكار إليفيتد أعلى من مستوى السكن زي ما كان في الصورة، الريتيميتاس لونه على حمار، دروريتك بيكون بسبب حكة، والشغلة الثانية زي ما قلنا بيكون إن إلاستيك أو بمعنى ثيك أو هارد. الجسم ربنا سبحانه وتعالى حباه بقدرة على الريموديلينج، ومع الوقت النسيج الهايبرتروفيك بيبدا يتحسن تدريجيا في مصطلح بنسميه ماتيوريشن. ماتيوريشن بمعنى انه هو بيبدا يصير ناضج او ماتيور وله صفات مع الوقت. والسكارز بتختلف من بني ادم لبني ادم في موضوع الريموديلينج والماتيوريشن، وبالتالي هذا بيفسر لنا الاختلافات اللي بنلاقيها مرتبطه بالهايبرتروفيك سكارينج عند المرضى المختلفين.
يبقى اتفقنا انه الاسكار هو اي نسيج بيكون مكان الاصابه اللي كانت موجوده. يعني لو كان جرح عمليه، لو كان ألسر، لو كان اي شغله تركت اثر نسميها سكار. لكن احنا مشكلتنا مع الاكسسيف سكار ديفلوبمنت، انه الجسم بيكون سكار اكثر من المطلوب، وبالتالي بيصير عندنا المصطلح اللي سميناه هايبرتروفي، بمعنى انه بيصير اعلى من مستوى الجلد وبيعمل الشكل اللي شفناه في الصوره الاولى. طيب لقيته، اذا انتم متذكرين لما حكينا عن الوند هيلينج قلنا الابيديرمس بيصير لها هيلينج من خلال الابيثيليالايزيشن، وبالتالي بنتوقع انه يتكون سكار، وبالتالي امكانيه انه يصير عندنا مشاكل في التكستشر والكرر والسيرفيس سايد يعني شبه معدومه، وبالتالي الابيديرمس دازنت ثيكن. ليش؟ لانه لما الابيديرمس يصير في لها هيلينج، الهيلينج بتتم من خلال الابيثيليالايزيشن وذاوت سكار تيشو فورميشن زي ما حكينا. طب اياميها مين قلنا انه بيعملنا السكار فورميشن او بيصير الهيلينج بالسكار فورميشن؟ قلنا ايش؟ الديرمز. الديرمز الهيلينج تبعتها بتصير من خلال ايش؟ السكار فورميشن، وبالتالي الحروق التي تصل الى الديرمز هي الحروق التي يمكن ان تؤدي الى حدوث السكار هايبرتروفي. قاعده عامه، سوبرفيشال بيرنز، سوبرفيشال بارشل ثيكنس بيرنز غالبا ما بتعملش سكار هايبرتروفي. اللي بيعمل لي الديب بارشل ثيكنس او الفول ثيكنس بيرن اذا تركناها الطيب من دون سيرجري. في عندنا نوعين من الاكسسيف سكار فورميشن، الشكلين الموجودين قدام. النوع الاول بنسميه هايبرتروفيك سكارينج، هايبر بمعنى تضخم، يعني بمعنى تضخم السكار، بالتالي هايبرتروفيك سكارينج. والنوع الثاني كيلويد. ايش الفرق بينهم؟ بدنا نركز شوي. الهايبرتروفيك سكارينج هو انه الاوفر جروث، يعني الارتفاع اللي بيصير في مكونات الديرمز بيظلوا موجود في اطار مساحه الحرق الاصليه، بمعنى انه لو الحرق كان عند 2 سم في 2 سم، الهايبرتروفيك سكارينج بيصير حجمه 2 سم في 2 سم. لكن الكيلويد أصعب شوية، بمعنى أنه الأوفر جروث في الديرمال كونتنتس بدل ما أنه بس بيرتفع للأعلى كمان وبيفرش على الجوانب، عشان هيك سميناه extending beyond the boundaries of the original wound، بمعنى أنه ممكن يكون هذا الكيلويد عبارة عن مساحة مثلا ملي في ملي أو 2 أو سنتي في سنتي، لكن لانه الكيلويد طبيعته انه هو بيعلو للاعلى بيعمل لي ثيكنينج للاعلى، بيعمل لي ريزنج للاعلى، وفي نفس الوقت بيعمل لي اكستنشن في المنطقه اللي حواليه، وبالتالي حجمه بزيد. وهذا الفرق. طب هل في فرق يعني جوهري في المكونات؟ طبعا احنا عارفين انه الاسكار هو عباره عن كولاجين فايبرز، لكن حنقول انه الكولاجين فايبرز اللي بتكون السكارز بتكون shorter than the normal وبتكون non parallel oriented، بتكون random oriented، وبكل blood supply في المنطقة أعلى. لكن هو بيقول لي اختلاف الهايبرتروفيك سكارينج عن الكيلويد بس في الكوانتيتي. شو يعني؟ يعني نفس المكونات، لكن مشكلة الكيلويد انه هو بيكون سكار اكثر، وبالتالي سميناه الموست سيفير ديجري اوف هايبر اتروفيك سكار. الصور اللي قدامنا بتعطينا انطباعات على السكارز، هذه في الغالب بحكي عن هايبر اتروفيك سكارينج.
طبعا الصورة أنا مش متأكد إنها حرق، لكن أنا جبتها الدلالة، بس واضح إنه أنا بتحدث عن hypertrophic scarring في المساحة تبعت الإصابة. الشكل اللي قدامي هان، هذه المنطقة اللي هان هاي hypertrophic scarring، هذا واضح إنه هو auto healing، نسيج طاب لحاله. المناطق اللي هاد هذه رقعة جلدية، لاحظوا وين بيصير hypertrophic scarring، بيصير بين حواف الرقعة الجلدية اللي احنا بنحطها، او في بعض الاحيان لو كانت الرقعة بيسموها مش مخرمة، هناخدها في محاضرة لاحقا ان شاء الله، بيتكون الhypertrophic scarring في الانترسكتس، في الفتحات اللي موجودة، بمعنى انه السكيني جرافت نفسها ما بيصيرش فيها هايبرتروفي، لكن وين بيصير الهايبرتروفي؟ في السيمز، الحدود اللي بين اللي هو السكيني جرافت. هذه صورة صعبة، ويعني الآن هذا غالبا أنا بتحدث عن كيلويد، وواضح أنه هذا عبارة عن مش حرق، لكن للدلالة هذا عبارة عن خط عملية جراحية. خط العملية الجراحية أكيد أيوه extending beyond the level of the wound، أكثر من الوند وطالع excessive زيادة عن اللزوم، وهذا نفس القصة تبعي. طيب وين الهايبرتروفيك سكارينج tends to occur، وين في العادة بيبين أو بيظهر؟ في عندي أربع حالات ممكن الهايبرتروفيك سكارينج يصير فيها. أول إشي هذه بدنا ننتبه لها بشده، ديب بارشل ثيكنس بير، لكن الشرط انه الديب بارشل ثيكنس بير عشان فرصه حدوث الهايبرتروفي تزيد لازم يكون يحتاج انه يصير في هيلينج اكثر من ثلاثه اسابيع، اكثر من 21 يوم. اذا كان الديب بارشل ثيكنس يحتاج اقل، لانه احنا قلنا يحتاج هو من اسبوعين لاربعه، إذا كان أقل من ثلاث أسابيع فرصة الهايبرتروفيك سكارينج بتقل. اثنين، الفول ثيكنس بيرنز اللي صار فيها هيلينج سبونتني وصلي، يعني كان سمول فول ثيكنس جرافت زي ما احنا قلنا أقل من واحد سنتي وما عملوش سيرجري، فرصة إنه يصير في هايبرتروفيك سكارينج عالية جدا. اثنين، الدونر سايتس المناطق اللي احنا بناخذ منها رقع واللي بصيرها اللي بصير لها harvesting too deep، يعني الجراح بيروح لما ياخذ skin graft بياخذ الابيديرمس وبياخذ جزء من الديرمس، كل ما صار الدبث تبع الجرافت اعمق كل ما زادت فرصه حدوث الهايبرتروفي، او بعض الاصابات الكبيره بصيروا ياخذوا من المكان وبعد اسبوعين بعد ما يصير هيلينج بيعاودوا ياخذوا من المكان، الفرصة اللي بتزيد، بمعنى أنه إحنا نأخذ من نفس المكان أكثر من مرة، بالإضافة للمناطق اللي بيصير فيها delaying healing. والقاعدة لأي سبب يعني، والقاعدة إيش بتقول؟ بمعنى أنه لو superficial partial thickness يعني حرق من الدرجة الثانية السطحية، وإحنا قلنا ما بيعملش، لكن لأي سبب صار في عندي infection أو صار في عندي multiple trauma في المنطقة والجرح طول للهيلينج قعد أكثر من ثلاث أسابيع، فرصة إنه يصير سكار هايبرتو في إيش بصير عالية جدا. طيب the skin grafts do not show hypertrophy، هذا مهم عشان ما تغلطوش بكرة في الامتحانات، لكن زي ما قلنا وين بصير في مجال يصير في عندي في الـ intersects of a meshed graft. شو يعني intersects؟ الفتحات. شو يعني meshed graft؟ اللي بيجيب الـ skin graft وعلى جهاز اسمه المشهر بالروح الجراح وبيعمله مخرم، الهدف منه عشان يزيد مساحة الرقعة، وهذا هنشوفها إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو اللي بعدها. ممكن كمان يصير عندي سكن او سكار هايبرتروفي زي تو ما شرحنا في الصوره على السيمز. شو السيمز؟ يعني الان احنا حطينا رقعه هان ورقعه هان ورقعه هان،
أكثر من رقعة على المنطقة، المسافات اللي بين الرقعة يصير في مجال يصير فيها سكار هايبر. هذه الصور اللي قدامنا بتبين لنا إيش يعني مش ديجراف، هاي المش ديجراف وهاي النتيجة. لاحظوا وين الريزد، هاي سكار في الانترسيكتس في المسافات الموجودة. هذه الصورة نفس الكلام اللي شرحنا عليه قبل. طيب الكاراستيريستيك اوف سكارز، طبعا احنا الان بدنا نحكي عن ايش، عن الهايبرتروفيك سكارينج، يعني اكثر الكلام هيكون عن الهايبرتروفيك سكارينج. لكن حنبدا نقول انه عاده بعد الوند كلوجر، اما من خلال السكن جراف او من خلال الاوتو هيلينج الاون ريباراتيف بروسس، يعني يطيب بالغيار فقط، عادة السكار بيكون إما تيور سكار، لكن بيكونش هايبرتروفاي، بيكون إما تيور زي الصورة اللي عندنا. إيش بيكون؟ بيكون سموث وبيكون فلات. أول غالبا بيكون إما تيور سكار سموث وفلات زي الصورة، لكن during the next six weeks، لا ثلاث شهور، بيصير في مجال الاماتيور سكار يصير في سكار هايبرتروفي. اذا صار في سكار هايبرتروفي بنسميه اماتيور اكتيف سكار، وبيكون بيتميز بقاعده بنسميها 3 R's. شو ال 3 R's؟ لازم يكون ريد، لازم يكون ريزد، لازم يكون ريجن. يبقى مش كل السكارز اللي بيصير فيها هايبرتروفي، إذا صار أو أنا بتضحكم على عليها أنا هي هايبرتروفايد السكارز، لازم تكون ريد، هاي اللون ريد. اثنين ريزد، هذه واضح إنها مش ريزد. ريجد، لو فحصنا لو عملناها مانيبيوليشن غالبا حنلاقيها ريجد، وبالتالي هذه الصورة هي عبارة عن اماتيور سكار أونلي، مش اماتيور هايبرتروفايد سكار. هذه الصورة عبارة عن immature hypertrophied scar، فيها ثلاث خصائص: أحمر red، اثنين واضح الحبال اللي raised، ثلاثة مؤكد لو عملنا لها manipulation حلاقيها، حلاقي هذه الscars اللي هي hard أو rigid، rigid عشان حرف الR. السؤال ليش السكارز بتصير هايبرتروفايد؟ يعني الكتاب بيقول لي انه الاماتور سكار بيتميز ب انكريز ان ذا فاسكولاريتي، البلاد سبلاي للمنطقه اعلى، بيديني ايش؟ اللون الاحمر الريد. اثنين انكريز ذا نمبر اوف فايبروبلاست، شو هذا بيعمل لي؟ الفايبروبلاست وظيفتها انها هي تعمل لي فورميشن لكولاجين فايبر، وبالتالي لما يكون عددها اكثر من الاوستيوكلاس بيكون عدد الكولاجين فايبرز اللي قاعده بتتكون اكثر من الكولاجين فايبرز اللي قاعده بتصير لها ديجريديشن او لايسس، وبالتالي هي السبب الثاني اللي بيبدا يخلي لي السكار ايش يصير فيها ريزنج. ثلاثه ريديوس the interstitial spaces، المسافات اللي بين السكار او الكولاجين فايبر اللي بتكون الهايبرتروفي بتكون ريديوس، بالاضافه انه كمان اللينث تبع الكولاجين فايبر بيكون اقصر من الطبيعي، وكمان بيكون random oriented، وهو في العادة المفروض في السكين بتكون parallel oriented، وبالتالي هذا بيديني الشعور بأنه السكارز عبارة عن hard scars. يبقى الفكرة السكار hypertrophy هي عبارة عن إيش؟ زيادة production of scars اللي هي collagen fibers frequently occur when the repair process involve the formation of granulation tissue. granulation tissue من جديد بنفس المصطلح بمعنى السكار تيشو، واللي بيبدا فيو ديز بعد الانجري
لكن احنا ممكن نشوفه خلال 6 أسابيع لـ3 شهور الأولى. يبقى فكرة السكار هايبرتروفي معناها formation of excessive collagen fibers in the area، والمسؤول عن هذه الشغلة بيدي هذا اللي هي هذول الثلاث شغلات اللي موجودين أمام. هاي المعلومة اللي تو قلناها كمان إنه بيكون الكولاجين فايبرز بيكون تقريبا طولها نص لثلاث أرباع طول الكولاجين فايبرز اللي موجودة في النورمال سكين، والجزء الثاني بتكون راندوم اورينتد وبتدينا الشعور بالرجيديتي اللي احنا شايفينه. ولسه كمان بيقول لي لسه الكيلويد الى جانب انه الكولاجين فايبرز اللي بتتكون بتكون عددها اكبر كوانتيتيفلي زي ما قلنا، كمان الاورجنايزيشن تبعها اللي هو ترتيبها بيكون لسه less organized، والراندوم الراندوم اورينتيشن تبعتها بتكون اعلى. الكولاجين سينيسيز زي ما قلنا في الكيلويد بتكون جريتر غاندلي هايبر تروفيك سكارينج، والتنين بيكونوا اكسلريتد كومبير تو ذا نورمال سكين. وزي ما هو واضح الصورة قدامنا، يعني بالرغم انه احنا مش خبراء في علم الأنسجة، لكن واضح انه الشكل بيفرق النورمال سكين عن الكيلويد بيفرق عن الهايبر سكار. بالإضافة انه كمان بالإضافة الى الـ 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 احد الأشكال أو الأسباب اللي بتؤدي إلى الهايبرتروفيك سكارين اللي هو الإمبالانس بتوين الكولاجين سينيسيسز اللي بينتجوا الفايبروبلاست، والكولاجين ديجراديشن اللي بيكون الأوستيوكلاست الفايبروبلاست سوري يعني الكولاجين فايبر الكولاجين اللي هي الفايبروبلاست وهنا الفايبروبلاست، وبالتالي النتيجة إنه أنا عدد الكولاجين فايبرز اللي بتتكون عندي أكثر من عدد الكولاجين فايبرز اللي بصير لها لايسز، وبالتالي النتيجة النهائية excessive scar formation. الآن عملية الكولاجين سينيسيسز بمعنى formation of excessive scarring بيكون اكتف بعد عملية الوند كلوجر، عشان هيك مش لازم احنا ننتظر لما يصير عندي الكولاجين فايبر او السكار تيشو هايبرتروفي، لكن افضل وقت ان احنا نبدأ نتدخل ونعمل alteration للكاركترستكس تبعته في الفيو مانثز الاولى، وحتى الان بيقولوا انه ممكن للفيرستير، لكن بعد هيك لو اتأخرنا عن التدخل بوسائل العلاج الطبيعي اللي حنحكي عنها في نهاية المحاضرة النتيجة ممكن تكون مش مرضية. بعد سنتين من السكار هايبرتروفي إمكانية إن احنا نتدخل بالفيزيكال ميجرز عشان نعمل موديفيكيشن ونعمل مانجمنت القصة حتكون صعبة. طيب احنا قلنا انه الجسم ممكن من خلال النورمال ريموديلينج بروسيسز يبدا يتحرك باتجاه الماتوريشن. شو يعني ماتوريشن؟ بيقول لي الفاسكولاريتي بتبدا تقل، والنمبر اوف كولاجين فايبرز في المنطقه بتبدا تقل، وبالتالي الكولاجين فورميشن بيبدا يقل، بالاضافه انه مع الوقت الجسم بيبدا الكولاجين فايبرز اللي في السكار يبدا يصير لها مور اورينتيشن ان ابرل فاشن، وبالتالي لما انا انتقل لمرحله الفول ماتوريشن او السكار يصير ان اكتف النتيجه النهائيه بصير احكم على السكار من خلال
القاعدة اللي نحكم على الماتوريشن من خلال القاعدة الموجودة في الصورة. واضح إنه على الصورة هذه السكار باتجاه الماتوريشن، لكن من دون تدخل ومن دون أبروبريت مانجمنت الشكل ستيل يعني أقلي. كان واضح إنه لا، أنا بتحدث عن سكار ماتوريشن طبعا ما رجعش للنورمال، لكن مؤكد إنه هذا الشكل هيكون أفضل بكثير من الأشكال اللي شفناها. عشان أنا أحكم على السكار إنه it is mature لازم يكون بيل بمعنى إنه أقرب للنورمال سكين الكالر تبعه. اثنين بلينر بيصير على نفس مستوى السكين بلايبل، لو أنا عملت له مانيبوليشن حلقي استعاد جزء من الإلاستيسيتي والبلايبيليتي تبعته أقرب إلى حد كبير من السكينين. بهذه الصورة لو أنا صار من دون تدخل، وهذه الصورة لو صار في عنا تدخل. الآن المدد الزمنية زي ما احنا قلنا مش كل السكارز بيصير فيها هايبر، بالتالي النون هايبرتروفايد سكارز عشان يصير فيها فول ماتوريشن المدة قصيرة شهر لشهرين، لكن المنطقة اللي بيصير فيها هايبرتروفيك أو هايبرتروفيك سكارين ممكن تقعد معايا القصة سنتين. معناها معاناة زي ما قلنا في مجال انها تعمل كونتراكشر، في مجال انها تكون اتشي، في مجال انها تكون اقلي لإيه، وبالتالي بتأثر على المريض. يبقى السؤال بيصير انه احنا الان بنتدخل عشان نعمل حاجتين، نعمل acceleration للماتوريشن، ونمرة اثنين نعمل يعني maximizing للريزلتس. طيب السؤال قلت احنا الان ننتظر لما يصير عندي سكار هايبرتروفي او ومن ثم ابدأ اتدخل؟ القاعدة بتقول لا، مفروض ان احنا نبدأ ببريفنتيف ميجرز، يعني نبدأ وسائل العلاج الطبيعي قبل أن تحدث السكار هايبرتروفي. طيب السؤال، هل كل السكارز اللي ممكن يصير فيها هايبرتروفي بنقدر إحنا نعرفها؟ برضو السؤال لا، لكن أعطونا فاكتورز عوامل، هذه العوامل وأعطونا جايد لاينز يمكن من خلالها أحدد الهاي ريسك إنديفيديوالز. بالتالي القاعدة العامة الهايبرتروفيك سكارينج أو الهايبرتروفيك هيلينج كانت بي بريدكتد. شو يعني كانت بي بريدكتد؟ بقدرش أحلف على المصحف إنه هذا لازم يصير، لكن بقدر أتوقع توقع يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. طيب البيست فاريبل، وهذا احفظوه يعني حفظا مطلقا، أحسن عامل يمكن أن يجعلني أقدر أحدد الناس اللي أو الحروق اللي يمكن يصير فيها سكار هايبرتروفي اللي هي التايم اوف هيلينج. 78 يعني في حدود 80% من الناس اللي البيرنز تبعتهم احتاجت أكثر من 3 أسابيع للهيلينج صار في مجال إن يصير معهم سكار هايبرتروفي، لكن برضو في 22% احتاجوا أكثر من 21 لكن ما صارش. عشان هيك كتير الآن من مراكز معالجة الحروق لو المريض شعره أنه حروقه بدها تحتاج أكثر من 3 أسابيع للهيلينج بيستنوش عليه. وشو بيعملوله؟ بيعملوله سيرجري، لأنه إذا عملنا وند كلوجر حتى بالسكين جراف قبل 3 أسابيع البوسيبيليتي أوف سكار هايبرتروفي إيش مالها تنخفض. عوامل أخرى بيقول الريس، الريس اللي هو الجنس أو سوري العرق، الريس بمعنى العرق بمعنى الناس اللي لون الجلد تبعهم شوية غامق، بمعنى البيجمنت الميلانين بيجمنت في عالية زي الناس الأسيويين زينا، والناس البلاكس هدول في مجال يصير معهم سكار هايبرتروفي أعلى من الناس الألبينو والناس اللي بلونز. الإيج كمان بيقول لي إنه younger people scar more than older people، وبحط حاطين لنا دراسة بتقولنا
انه 88% من الناس اللي في احدى الدراسات طلع عندهم اسكار هايبرتروفي لقوهم اقل من 30 سنه، وبيشرح لنا بعض الاسباب اللي ممكن تفسر ذلك. اللوكيشن هذا موضوع مهم، لقوا انه في مناطق في الجسم بتميل انها تعمل هايبرتروفي اكثر من مناطق، ولقوا مناطق المحدده في الغالب هي اللي بيصير فيها الكلوي. فبيقول لي انه المناطق اللي بيصير فيها سكار هايبرتروفي عظمه القص الاسترنا، مقدمه الصدر، الابر باك الظهر من الاعلى، الشولدر منطقه الدلتويد، الباتكس، والدورس الاسفل تو ذا فوت. الكيلويد عاده بنلاقيها من مستوى الايرز الاذنين الى الويست الوسط الخصر، ومن الشولدر للالبو، وريرلي ريرلي بمعنى انه يمكن، لكن ريرلي ممكن نلاقيها في الايليدز والجينيتالز والبالم والسولز. الدونر سايت في الميدل اور لو باك اللي بتتاخذ من الميدل واللو باك ممكن يصير فيها سكارينج اقل من الدونر سايت اللي بتتاخذ من الثاني، وبالتالي اللوكيشن احد العوامل اللي ممكن تساعدني. الديبث بالتاكيد هذه نقطة مهمة، الحروق بتصل للديرمز وخصوصا الطبقة الثانية من الديرمز اللي هي ريتيكولار ديرمز، عرضة انه يصير فيها سكار هايبرتروفي اعلى من المناطق الاخرى. التنشن المناطق اللي فيها السكن تنس، اللي مناطق اللي السكن بيكون في الجسم اللي فيها شادد زي الشولدر، الابر باك، بتعمل لي سكارنج هايبرتروفي او سكار هايبرتروفي اكثر من المناطق اللي بتكون فيها كريزز او بتكون ريدندنت الجلد فيها راخي. عوامل اخرى هي المناطق اللي فيها سكيني جرافت وفيلد عده مرات، المناطق اللي بيصير فيها انفكشن بتطول، المناطق اللي النيكروتيك تيشو اللي هو قلنا عنه الاسكار بيظلوا فتره طويله، المناطق اللي فيها اكسسيف موشن في حواف اللي هو السكين جرافت. وبالتالي احنا الان التايم فروم انجري تو ذا ويند كلوجر هو عباره عن الموست سيجنيفيكانت فاريبل، عشان هيك في الامتحان بكره لما نسال ونجيب اختيار متعدد ونقول بنقول انه البيست فاريبل او المور او البيست انديكيتور للبوسيبيليتي اوف سكار هايبرتروفي ايش هو؟ التايم اوف هيلينج، والمده اللي انا بعني فيها بالتايم 21 يوم. التريتمنت اوف هايبرتروفيك سكارينج ممكن الان نتوقف قليلا ونقسم المحاضره، نتوقف نعتبر هذا الجزء الأول، وبعد قليل نسجل الجزء الثاني. الله يعطيكم ألف عافية.